ولا شك أن هذه الزيارة الهامة تأتي في توقيت شديد الأهمية والحساسية في ظل كما تعلمون التصعيد الجاري في المنطقة بشكل خاص، وفي ظل ظرف إقليمي بالغ التعقيد والخطورة، وهو ظرف بالتأكيد ناتج عن هذه الحرب الشعواء التي تشنها إسرائيل على أهالينا في قطاع غزة، وما يحمله ذلك من مخاطر للتصعيد وامتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد من ذلك. خلال لقائي مع أخي وشقيقي معالي الوزير عبد الله أبو حبيب، تناولنا كل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، التشاور السياسي، التشاور المستمر بيننا، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا الشقيقين. كما ذكرت، تحدثنا عن التصعيد الحالي، وأعدت خلال هذا اللقاء الأخوي مع معالي الوزير التأكيد على مواقفنا الثابتة التي تؤكدها مصر خلال اتصالاتها المكثفة والمستمرة مع الأطراف الإقليمية والدولية، من دعم مصر الكامل وتضامنها مع لبنان حكومة وقيادة وشعبا، والتأكيد على الموقف المصري الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها واستقراره وأمن الشعب اللبناني الشقيق.